بعد ظهور الطاقم التحكيمي بمستوى مميز جدا في نهائي كأس مصر بدون أخطاء تحكيمية، حرص البرتغالي فيتوريا بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم على توجيه الشكر للطاقم التحكيمي للمباراة بقيادة كابتن أمين عمر، وتحدث بيريرا مع طاقم الحكام عقب المباراة مؤكدا على أن الجميع كان على قدر المسؤولية وظهروا بمظهر مشرف وأثبتوا صحة موقفه بالتمسك بإسناد اللقاء لحكام مصريين. أمين عمر وزملائه وجهوا الشكر لبرتغالي بيريرا على ثقته الكبيرة في الحكام المصريين وتعهدوا بتقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة. طاقم التحكيم كان بقيادة أمين عمر حكم ساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وحكم فيديو أحمد الغندور وسعود هاني عبد الفتاح وعمرو الشنال.